ودلوقتي معدنا مع أغنية سخيفة من تيخة. الجزء ده من البرنامج تيخة بيغني لنا فيه أغنية سخيفة. سيداتي أنساتي سادتي، تيخة الخيارة بيقدم لكم الحدث الإعلامي الهام وباستخدام المالتي ميديا، أغنية البيكو. بيكو دي أغنية عن ولد، أغنية عن ولد والبيكو بتاعه، أغنية عن ولد صغير وتلات بيكو. كان عنده بيكو عيان وبيكو زعلان وبيكو أخرس كمان سيد قشطة. ده أنا أول في المطار، ودي عمتي تخوية، وده أنا في المصارعة، وده أنا وأنا بحارب الطور، وده أنا والطور، ده أنا والطور ومتهيالي داريب الطور ده بيكو. استنى وقف، انت شايف ده عرض سينمائي متميز؟ ده جهاز عرض صور وملاية سرير، وبعدين يطلع ايه البيكو ده كمان؟ هو زي البقرة كده شايف؟ ايوة ماشي كويس، ممكن تبقى حاجة مفيدة، كمل. بيكو غنوا معايا، ولد معاه تلات بيكو، ولد معاه تلات بيكو، في العرب بيجدفو، في العرب بيجدفو، والبيكو العيان بيجدف ويعطف أتشوممو أتشوممو أتشوممومومو أتشوممو أتشوممو أتشوممومو أتشوممومومومومومو. في المية كان سيد قشطو، مش شايف قريب البيكو، مش شايف قريب البيكو، والبيكو زعلان بيجدف ويعيط بوهوم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 
شفايفتش طمانة طش قاعد يشاور ويهمهم استنى عايزين نعرف ايه اللي حصل يا ترى سيد قشطة شافهم طب البيكون الاخرس عرف يفهم بقية الركاب ايه اللي كان هيحصل طب الولد اتعور طب البيكو كان حزين وزعلان ليه والمركب كان معمول من الخشب ولا من الألمونيوم يا بص ده انا وبوبو في البحر ابوبو ما تاخدوش بالكم من دي ده انا والطور مرة تانية استنى عايزين نعرف نهاية الحكاية مش معقول كده انا كنت فاكرك هتكمل الحكاية دي حاجة محبطة جدا أنا لازم أبلغ بوبو بكل ده شايف؟ بيكو بيكو إيه ده؟ دي بقرة مش بيكو كامي قصة البيكو من كانوا غيروا أغلقوا سلام أمهور بيشاور هيروح سلام أمهور سلام أمهور سلام أمهور أنا عايز فلوسي باقي آه يا ريت